وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة هدى الشملان، مدير إدارة التسويق والاتصال والشراكات في مركز البحرين العالمي للمعارض. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة الآن. ومملكة البحرين في قائمة أفضل 100 دولة بالتصنيفات العالمية لقائمة الجمعية الدولية للمؤتمرات والمعارض. ما دور مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات في تحقيق هذا الإنجاز؟ السلام عليكم. طبعا أولا افتتاح مركز البحرين العالمي للمعارض كان عامل مهم في تحقيق هذا الإنجاز بشكل رئيسي، كوننا من أكبر وأجدد مراكز المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط، وكوننا مجهز أيضا بأحدث التقنيات ويقدم تسهيلات وخدمات تأخذ بعين الاعتبار جميع متطلبات منظمي الفعاليات على المستوى الدولي. العامل الآخر المهم أيضاً أني أذكره هو أن المركز في خلال أقل من 6 شهور من الافتتاح استضاف أكثر من 23 فعالية ذكرتها، منها 13 فعالية دولية، وهذه الفعاليات استقطبت أكثر من 250,000 زائر من داخل وخارج مملكة البحرين. طبعاً هاي العاملين هم أحد من أهم المتطلبات التي تعتمدها الجمعية الدولية للمؤتمرات والمعارض، جمعية إيكا، في تصنيفها العالمي لأفضل 100 دولة في استضافة الفعاليات الدولية. نعم أستاذة هدى، يعني كما نعلم بأن مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات كان وما زال يشكل علامة فارقة ضمن جهود الاستثمار، وبعد هذا الإنجاز العالمي الأخير ما الذي تنتظره البحرين من هذا الصرح الاستثماري؟ طبعا أكيد من أهم التزاماتنا هي ضمان رزنامة متكاملة ومتنوعة من الفعاليات التي تخدم الجمهور المحلي والتي أيضا تستقطب الجمهور العالمي إلى المملكة. افتتاح المركز والاستثمار في هذا القطاع يساهم بشكل مباشر بتعزيز سياحة الأعمال وفي تنمية القطاعات الأخرى ذات الصلة كقطاع الفنادق والضيافة والقطاع التجاري، إلى جانب تنشيط حركة الشركات السياحية. فريق مركز البحرين العالمي للمعارض مهتم جدا ويعمل بهمة لاستقطاب أكبر المؤتمرات والمعارض العالمية التي تخدم جميع قطاعات المملكة. طبعا يتم التركيز على القطاعات ذات الأولوية اللي تحددها ضمن برنامج الحكومة وضمن رؤية مملكة البحرين 2030. وذلك من أجل التمهيد لأن تصبح مملكة البحرين رائدة إقليميا وعالميا وتصبح وجهة رئيسية جذابة في قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض. المركز الآن طبعا أصبح عضوا في 11 منظمة وجمعية عالمية مختصة بهذا القطاع، منها جمعية إيكا، وتعتبر العضوية في هذه في مثل هذه المجتمع الجمعيات طبعا من أهم العوامل التي تساند المركز ومملكة البحرين للتأهل لاستضافة مختلف الفعاليات العالمية الكبرى. نعم الأستاذة هدى الشملان، مدير إدارة التسويق والاتصال والشراكات في مركز البحرين العالمي للمعارض، شكرا جزيلا لك.